بصائر من آي الذكر الحكيم. بصائر من آي الذكر الحكيم، أحبتنا الكرام، هي جولة في حدائق القرآن الكريم، نقطف من ثماره ما ننعش به الفؤاد ونحيي بمواعده الأرواح. بصائر من آي الذكر الحكيم، لحظات إيمانية مع النور المبين الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. أحبتنا الكرام، نواصل حديثنا في هذا البرنامج الأثير المباشر حول سلامة القلوب، ولا زال الحديث عن سلامة القلوب ذو شجون. نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عفوه وفي رحمته وفي تسامحه، كما نريد أن نقتدي به في حزمه. نريد أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لقريش يوم فتح مكة، بعد أن آذوه وأخرجوه وطردوه وحرضوا على قتله وآذوه بشتى أنواع الأذى، ماذا قال بعد أن تمكن منهم وكان بإمكانه القصاص منهم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعندما قال لملك الجبال يوم الطائف بعد أن خرج إلى الطائف ينشر دعوته هناك وليدعوهم إلى الإسلام، طردوه وحرضوا عليه صبيانهم وسفهاءهم، فأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال يقول له: مر يا محمد. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده وينصر هذا الدين. ملك الجبال أحبتي الكرام كان ينتظر في هذه اللحظة إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ليطبق عليهم الأخشبين ويغرقهم في ظلمات الأرض ولا ينجى منهم أحد، ولكن الرحمة ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بعد نظر، فقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عفوه ورحمته، كما نريد أن نكون مثله عندما قال لأبو عزة الذي غدر به المرة الأولى وسامحه وغدر به المرة الثانية، فقال له: والله لا أدعك تمسح عارضيك عند الكعبة وتقول خدعت محمدا مرتين. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. كيف نطبق هذه الآية؟ نريد أن نطبق هذه الآية الكريمة التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن كيف نعفو؟ كيف نسامح؟ أو كم مرة نعفو ونسامح دون أن نعطي الصورة السلبية للمؤمن، المؤمن الساذج أو الضعيف أو المهان؟ نريد أن نسامح ونعفو ونرحم، ولكن أقوياء وأعز بعزة الله وبعزة الإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل من التحق بنا اللحظة عبر هذا الأثير، أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، من خلال هذا البرنامج المباشر أنس المجالس، برنامج الموعظة القرآنية، نتعرف فيه على كلام رب العالمين، كيف نستخدمه في حياتنا لنحيي حياة طيبة هنية سعيدة. لازلنا نواصل حديثنا حول سلامة القلب. طرحنا سؤالا قبل الفاصل: كيف نعفو؟ أو كم مرة نعفو؟ أول شيء أحبتي الكرام خصنا نعرفوه قبل ما نشوفوا شحال من مرة خصنا نقوموا بهذا الخلق ديال العفو، أو كيفاش نمارسوا خلق العفو. أول شيء نتقبلوا سنة التدافع،
سنة التدافع اللي جعلها الله تعالى في الأرض وأكد عليها في كتابه. فاش كنقولوا سنة يعني قاعدة كونية لا يمكن أن تتوقف، هي قاعدة كونية جعلها الحق سبحانه وتعالى في هذا الكون، سنة التدافع التي جعلها الله في الأرض وأكد عليها في قوله عز وجل: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. من ضمن سنة التدافع أحبتي الكرام وجود ناس مؤذية في حياتك، أكيد أي واحد فينا يوجد ناس مؤذية في حياته. كاين اللي كيقول لا الوقت صعبت وخيابت والأذى كثار وكثر الشر في الناس وكثر الأذية فيهم، يعني ما فهمش سنة التدافع. سنة التدافع كاينة منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومنذ أن خلق عليها بني آدم، حتى في أيام بداية الخلقة أبناء آدم كانوا كيتعدوا على أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك كان بينهم شر وآذى، حتى أن أحدهما قتل الآخر، قابيل قتل أخاه هابيل. كانت هذه السنة موجودة منذ أن خلق الله البشرية. اللي كيخلي الأذى يبان دابا كثير ويبان أن الشر سيطر، لأن كثرت البشرية ولات الأمور مفتوحة على الملأ، كثرت التكنولوجيا اللي صبح، يعني ما يقع في الشرق الغرب يرى في ما يقع في شرق الأرض يرى في غربها في نفس اللحظة، وما يقع في جنوبها يرى في شمالها في نفس اللحظة. هو اللي خلى الأمور كتبان بأن هذه أمور مستحدثة أو أنها جديدة على البشرية. سنة التدافع أحبتي الكرام من ضمنها كما قلت وجود ناس مؤذية في حياتنا، تتظلم تتجرح تتكسر الخواطر، ومن المفروض أن نتقبل هذه السنة ديال التدافع، لأن لا تقبلناها كنعرفوا كيفاش نحميو نفسنا من هؤلاء. اللي كيكون صعيب هو ما تقبلش سنة التدافع ملي كتوقع في هذا الأذى وهذا الظلم أو كيتكسر الخاطر ديالك، كتصدم بهذا المعنى، يعني شي حاجة ما متوقعهاش أو كتنتظر من الناس غير الخير فإذا بك ترى الشر فتصدم. الصدمة هنا كتكون يعني كتحتاج مدة باش أنك تستفيق منها أو أنك تبرمج راسك كيفاش تجاوزها. أحيانا بعد الصدمة شنو كيوقع؟ تكفر بماذا؟ الكفر هنا ماشي الكفر بالخالق والعياذ بالله، تكفر بأخلاقك، تكفر بمبادئك، تكفر بطيبتك. انت كتكون ماشي واحد التربية معينة تلقيتها في البيت ديالك، ماشي في أمان الله بأخلاقك الطيبة، كتخرج للمجتمع كتحتك بالمجتمع، ما كتكونش مراعي سنة التدافع، فأول اصطدام كيوقع لك أو منين كتبدأ توقع لك اصطدامات في المجتمع كتولي كتعرض للأذى أو الظلم أو كسر الخواطر من القريب أو من البعيد، شنو كيوقع؟ تكفر بأخلاقك وتربيتك ومبادئك، ولا تعرف كيف تحمي طيبة قلبك وكيف تحمي نفسك وكيف تحافظ على سلامة قلبك من الغل ومن الحقد ومن الكره ومن البغض ومن الحسد ومن حب الانتقام ومن الشماتة. هذه كلها أخلاق سلبية والعياذ بالله، إلا تمكنت من القلب كتدمره وكتدمرك أنت بالتحديد. هي للأسف أمراض ما كتأديش الآخر أكثر ما كتأديك أنت، كتكون أنت من يتأدى من الدرجة الأولى، عاد كيستمر هذا الأذى أو كيتعدى هذا الأذى شخصك لبقية المجتمع. فإلا قبلتي سنة الله في أرضه اللي هي التدافع، إذن عليك بالقليل من الحزم إلى جانب الطيبة، عليك بالحزم إلى جانب الطيبة، يعني ضع اللين والخلق الحسن في كفة والحزم في كفة أخرى. الميزان خصو يتقاد، ما تغلبش الطيبة حتى تصبح مستباح، وما تغلبش الحزم حتى تصبح لا تطاق، يعني لا تكون لينا فتعصر ولا تكون صلبا فتكسر. الإسلام دين الوسطية حتى في الأخلاق، يعني خاصك تكون لين وفي نفس الوقت مهاب حازم، لأن اللين أحبتي الكرام إلا كان بوحده تيجعل بعض السفهاء يتطاولوا عليك. وقبل ما تستخدم اللين والطيبة أو الحزم، قسم الناس في حياتك المناطق أو وضعهم في خانات. الناس في حياتنا مش على نفس المستوى، كل
واحد عنده الخانة المناسبة ليه. كاين خانة الوالدين، هذه بوحدها، خانة الأقربين كيدخلوا فيها الإخوة، كيدخلوا فيها يعني الأزواج، كيدخلوا فيها يعني المقربين لك، الأبناء إلى غيرها. كذلك كاين خانة باقي الأرحام، ثم خانة الأصدقاء، وخانة الزمالة، وخانة الجيرة، وبقية المجتمع. يعني كل واحد كتحطه في الخانة المناسبة لي. بمعنى منين تنتعرضوا للأذى وكنقروا أننا نتخلقوا بخلق العفو وخلق التسامح ونعليه في المقام ديالنا بهذا الخلق، باش أننا من أديوش نفوسنا ونحافظوا على سلامة قلبنا ونحافظوا على راحة بالنا، لأن كما قلنا أن الله عز وجل لا يقبل يوم القيامة إلا من كان قلبه سليما. لذلك قال في محكم تنزيله إلا من أتى الله بقلب سليم، بمعنى سلامة القلب هي المقبولة منك يوم القيامة، عملة صعبة. كيفاش حنا نحافظوا على هذه سلامة القلب وحنا كنتعرضوا للأذى؟ حبتي الكرام، خصك تشوف المصدر ديال هذا الأذى شكون. أول حاجة خصك ديرها تشوف مصدر الأذى شكون، واش تقدر تأدبه أو أنه ميمكنش، حيت كاين واحد الفئة من الناس نقدروا نأدبهم. فاش كنقولوا نقدروا نأدبهم، حنا نشوفوا التقنيات كيفاش، ماشي نأدبهم هي أنك تضربوا أو أنك شتمك تشتمه أو أنك آدك تآدي، لا، مش هذا هو المقصود. نؤدبه بالحزم اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم، نؤدبه بالأخلاق التي رأيناها في الحلقات السابقة، في خلق المسامحة والحزم واللين إلى جانبه. فإلا صدر الأذى حبتي الكرام عن أحد الوالدين، واش ممكن أنك تأدبه؟ ميمكنش. مقام الوالدين عالي جدا. كي اللي يطرح سؤال يقول لك ممكنش الوالدين يأديو، الوالدين دائما كيبغيو الخير لوليداتهم. كاين الوالدين اللي ممكن يأديو بدون ما يكونوا قاصدين، أو يقدر يكونوا قاصدين. اللي كيدفع وليداته للحرام كيأديهم، اللي ما كيعدلش بين وليداته كيأديهم، اللي كيطلب من الأبناء ديالو فوق طاقتهم ولو أنهم يعصوا الله أو أنه يدفعهم للمعصية باش يرضيوه كيأديهم، اللي كيبغي يحث وليداته على النجاح وفي نفس الوقت كيتلفظ بكلام جارح كيعني أنه يكسر المقاديف ديال هذاك الابن أو الإبنة باش يقارنوا بغيره، هذا كيأدي وليداته. يعني الوالدين يقدروا يؤديوا، هما في هذه النقطة بالذات شركاء ديالك أو زملاء ديالك في مدرسة الحياة. إلا هما سقطوا في مدرسة الحياة وفي الابتلاء اللي حطهم الله فيه عز وجل، ما تسقطش أنت. أنت المطلوب منك في هذه النقطة ديال العلاقة بالوالدين بالتحديد، مطلوب منك البر. نجح في الامتحان ديال البر وما شغلكش إلا هما سقطوا في هذا الامتحان. يعني ما تقدرش أنك تأدبهم، ما تقدرش تهجرهم، ما تقدرش أنك يعني تكون حازم معهم لدرجة أنهم يتأدوا منك. مقام الوالدين أحبتي الكرام عالي جدا. لذلك شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا في حالة الأذى صدر عن أحد الوالدين نطبقوا القاعدة القرآنية: فصبر جميل والله المستعان. هنا خلق آخر خاصك تسلح به اللي هو الصبر. هنا ابتلاء، هذا الابتلاء خاصنا ننجحوا فيه. فصبر جميل والله المستعان. وقوله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا قدامك حل واحد، وهو أنك تمارس خلق العفو في أعلى تجلياته وتنتظر الجزاء من الله عز وجل. المسامحة هنا والعفو أحبتي الكرام خاص يكون في اعتقادك أنك وانت كتسامح، يعني كيصدر الأذى وانت كتسامح، كيصدر أو الظلم الوالدين وانت كتسامح، يكون في الاعتقاد ديالك أن هذه المسامحة كتزيدك رفعة عند رب العالمين. انت ماشي فقط نجحتي في الامتحان، ولكن المقام ديالك عند الله عز وجل كيعلى. لذلك الناس اللي كانوا وجدوا في حياتهم الابتلاء ديالهم في والديهم، مقام تحطوا فيه خاص الإنسان ينجح، كتزاد رفعة عند رب العالمين إلا انت مارستي خلق البر، ولو أنهم هما ما كانوش في نظرك وفي اعتقادك كيستحقوا هذاك البر. والعفو حبتي الكرام في نفس الوقت باش يطمئن الإنسان الجزاء ديال الله عز وجل، نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما زاد عبد بعفو إلا عزة.
واحد كتعرفو انت وانت العزة ديال 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 ديالك والقيمة ديالتك كترفع في عين الخلق وفي عين الله عز وجل قبل ذلك. يعني ما تعتقدش انك الا سامحتي حقك عيضيع، او الا سامحتي حقك سيذهب هباء منثورا. يوم القيامة سمي يوم الفصل، راح حتى الابناء كيقتصوا من 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 والديهم والوالدين كيقتصوا من ابنائهم يوم القيامة، ولكن تنجح في الامتحان. كاين للاسف الشديد احبتي الكرام يعني كيف ما قلنا بعض الوالدين تيكون كلامهم جريح مؤذي، تصرفاتهم فيها ظلم كبير، حتى كيصعب عليك انك تقوم بالبر معهم، او انه يعني الانسان كيعمر قلبه تيولي ما كيعرفش راسه واش خاصو يدير القاعده ديال وجزاء سيئة نسيئة مثلها او انه يعفو ويصفح. هنا تطبيق الشطر الثاني من الايه، فمن عفا واصلح فاجره على الله. الشطر الاول من الايه وجزاء سيئة نسيئة مثلها مشي مع مقام الوالدين، مع الخانات الاخرى من الناس في المجتمع. هنا عليك اخي المستمع اختي المستمع، الا كنتي من اصحاب هذا الابتلاء وكاين كاينين الناس اللي هذه هي نقطه المعاناه ديالهم في حياتهم، ما عليك الا تطبيق قوله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الكلام في هذه الايه موجه الى سيدنا محمد ومن خلاله الى باقي الامه. اي انسان تحط في واحد الموقف اللي ما عرفش يرد الاذى، او صعب عليه رد الاذى، او الموقف او اللي صدر عليه الاذى مقامه لا يسمح بانك ترده تهجره او تعتزله او تكون حازم معه، ما عليك الا بهذه الايه ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعني العلاج في ثلاثه المراحل. المرحله الاولى سبح بحمد ربك، كثر من التسبيح، كثر من التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، كلمه خفيفه على اللسان ثقيله في الميزان حبيبه الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شنو فائده التسبيح هنا احبتي الكرام؟ كيمسح الضم القلب، ما تيخليش الاذى يشد في القلب، بمعنى كتسد النوافذ والابواب ديال القلب ديالك وما كتخليش هذاك الاذى يعلق في القلب ديالك. بالعكس ربما هذاك الانسان اللي كيصدر منه الاذى كتولي انت كتشفق عليه، ما كيبقاش عنده تاثير هذاك الاذى، كيولي واحد الفعل عابر، وانت ربما هنا كتولي في موقف القوه وكتولي كتشفق عليه. هذا الشطر الاول من العلاج. الشطر الثاني هو الصلاه، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كن من الساجدين يعني اكثر من الصلاه، اكثر من السجود، واكثر من الدعاء في السجود. توجه لرب العالمين، ادعو لمن يؤديك، خصوصا اذا كان يعني اقرب الاقربين اللي ما يمكنش انك توقف علاقتك معه، ادعو له بالهدايه، شكي على الله عز وجل. شنو دار سيدنا يعقوب عليه السلام فاش الابناء ديالو ادوه في يوسف؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، شكى الله سبحانه وتعالى، يرفع عليه الحزن والضيم اللي لحق به. اكثر من السجود وكثر من بكاء على رب العالمين، ودعيه واطلبه أنه يقويك على هذاك الابتلاء ويرفع عنك البلاء. ثم الشطر الثالث من الآية والشطر الثالث من العلاج أحبتي الكرام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استثمر واستمر في عبادة الله، لا تنقطع عن العبادة. إذا كانت العبادة اللي أنت مكلف بها هي البر، استمر في العبادة، ما تقطعهاش، ما تقطعش العبادة لأنك مطالب بها إلى أن يأتيك اليقين، بمعنى إلى أن يصل الأجل، إلى أن يأتيك الموت. هذا أحبتي الكرام بالنسبة لمن لا يمكن هجره أو مقاطعته أو تأديبه ولا يصلح معه الحزم. وأعطينا مثال هنا أحبتي الكرام مقام الوالدين، لأن مقام الوالدين عالي جدا، والله عز وجل أمر بالإحسان إليهما وأمر بمصاحبتهما بالمعروف. باقي عناصر المجتمع إلى أصدر منها الأذى، هذه خانات أخرى، نشوفوا كيف يمكن أن نتعامل بالحزم مع في حالة تعرض للأذى أو الظلم، والحفاظ على سلامة القلب والحفاظ على الرحمة والطيبة واللين إلى جانب الحزم، بعد أن نتوقف للحظات مع هذا الفصل. إذا
أبكي أراها الدموع. طيب الله جمعتكم بأطيب الطيب وبذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام إلى ما تبقى من عمر هذه الحلقة من برنامج الموعظة القرآنية أنس المجالس. لازلنا أحبتنا الكرام على سلامة القلب. وسلامة القلب إذا كنا كنتحدثوا عليها أحبتي الكرام في كل مواسم، فإحنا في شهر شعبان في أمس الحاجة للحديث عنه. علاش؟ لسببين مهمين جدا، لأننا في هذا الشهر الكريم كما يقول العلماء يعني وكما ورد في الأحاديث النبوية أن في نصف شعبان في 15 من شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. التقرير السنوي ديال الأعمال ديالنا كيترفع لله سبحانه وتعالى، وجميع الأعمال كترفع إلا أعمال المتشاحنين، بمعنى الناس اللي بيناتهم غيار، الناس اللي مقاطعين، الناس اللي ما كيتكلموش مع بعضهم، سواء جيران أو أصدقاء أو ذوي الرحيم، أو يعني كيف ما كانت علاقتك بأخيك المسلم، وقع آذى أو وقع ظلم أو وقع تجاوز أحد في حق الآخر، فانقطع بيناتكم الكلام، هنا كتدخل في الشحناء. المتشاحنين لا ترفع لهما أعمال إلى الله عز وجل. فتصور أخي المستمع أختي المستمعة أنك العام كامل وانت كتبذل مجهود باش التقرير ديالك أمام الله عز وجل يكون كيحمر الوجه، فيه صلاة، فيه صيام، فيه أعمال الخير، فيه حسنات كثيرة، ولكن عادي يتوقف وما عاديش يوصل لعند رب العالمين لأنك مقاطع مع واحد الإنسان كيف ما كان نوع علاقتك به. هتقول لي بأن مش أنا اللي بديت أو أنا اللي تظلمت، وهذا هو اللي كنت تكلموا عليه طيلة هذه الحلقات. كيفاش ولو تكون أنت اللي تظلمتي ولو تكون أنت اللي تأديتي، تخلق بخلق العظماء اللي هو التسامح، وما تخليش أي واحد ينكد عليك نيتك وينكد عليك حتى آخرتك. فإذا كنتي ما كتعرفش الخلق المسامحة كتنكد على راسك دنيتك، لأن ما كتعيش فرحة البال. ومنين ما يترفعش التقرير ديال الأعمال ديالك في شهر شعبان، بمعنى نكدتي على راسك حتى الأخيرة ديالك. فالمسامحة أحبتي الكرام هي خلق العظماء. علاش كذلك احنا في أمس الحاجة لأننا نتكلم على هذا الموضوع في التوقيت؟ لأننا على الشهر، على أبواب شهر رمضان. ما يمكنش يدخل الإنسان لرمضان وهو كل موسم ديال العبادات والطاعات والتسابق في الخيرات وهو القلب دياله غير سليم، ما يمكنش. لأن القلب فاش كيكون أسود أحبتي الكرام بالأمراض ديال القلوب وبالأعمال التي تنافي شريعة رب العالمين، كيطبطك هذا على الأعمال الصالحة. يقدر واحد الخلق أنت ما كتشوفوش، يعني من أمراض القلوب يمنعك من صلاة التراويح، يمنعك من قيام الليل، يمنعك من ختمة ديال القرآن الكريم في رمضان. يعني طهارة القلب محفز على الأعمال الصالحة، وسواد القلب مطبط على الأعمال الصالحة. لذلك احنا محتاجين قبل رمضان، الناس دابا راهم كيجريو ويجاريو ويوجدوا لرمضان، كيوجدوا في التقضية، كيخملوا في البيوت ديالهم، ولكن كنساو نخملوا القلوب ديالنا. احنا محتاجين لهذا التخميل ديال القلب، محتاجين لها بزاف قبل من رمضان باش ندخلوا رمضان وحنا في أتم استعداد. وهذا هو الاستعداد الوحيد اللي محتاج منا أننا نوقفوا معاه وقفة حقيقية، لأن الاستعدادات الأخرى ما كنقللش من قيمتها أو كنقلل من شأنها، ولكن رمضان موسم للعبادة، مش موسم للتباهي بالمأكولات أو التفنن في أصناف طعام إلى غير ذلك. هذيك الأمور يعني كتجي بوقتها وكتجي بحلوتها فاش الإنسان كيبدع على حسب الحاجة، ولكن ما توليش هي الهدف من موسم جعله الله عز وجل للتزكية والتنقية والترقية. رمضان جعله الله للترقية بأعمالنا. إذن أحبتي الكرام، التسامح خلق كبير، خلق العظماء، تخمل القلب وتحافظ على سلامة القلب. كيفاش يكون هذا التسامح ومتى ينبغي أن يكون؟ قلنا أحبتي الكرام أن الأذى قد يصدر عن أقرب الأقربين، منهم من يمكن تأديبه بالحزم
ومنهم من لا يصلح معه التأديب. من لا يصلح معه التأديب تكلمنا عليه قبل الفاصل، كالوالدين مثلا، فهادو معهم العفو والصفح الجميل والصبر الجميل. الصفح الجميل والصبر الجميل هو الحل. من يمكن تأديبه؟ وهذا يسري على باقي الخانات، إن لم تستطع أن تصفح الصفح الجميل، يعني فوق جهدك، واحد الآداء صدر ولو من ذوي الأرحام، من واحد الإنسان، وحاولتي أنك تصفح ولكن فوق جهدك ما قدرتيش، حاول تقدر المستطاع أنك تحافظ على العلاقة، ووصلتي للحد الذي تؤدي فيه نفسك، يعني وصلتي لأنك تقدر تدخل في اكتئاب بسبب هذا الأداء اللي كيصدر على هذا الإنسان. هنا أحبتي الكرام توقف، نعم توقف، والجأ إلى قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. القرآن الكريم كل شيء فيه، وهجرهم هجرا جميلا. ديننا كل جميل، يعني نتأملوا في هذه الآية أحبتي الكرام، يحثنا على الجمال في كل شيء، حتى في الهجر، حتى في الهجر، ما قالش وهجرهم وقف، لا، وهجرهم هجرا جميلا. كيفاش يمكن يكون هذا الهجر الجميل؟ وهذا هو بيت القصيد. هنا فين كنطبقوا اللين والرحمة إلى جانب الحزم، يعني القلب ديالك سامح، القلب ديالك صفى من جهة ذاك الإنسان اللي آداك، ولكن الملامح ديالك والتصرفات ديالك ما كتوحيش لي بأنك سامحتي، كتوحي لي بأنك حطيتي حدود. يعني إلا فهمنا هذه المعادلة نعيش بسلام. مشكلتنا إحنا ما في القلب، وما يبدو في تصرفاتنا وعلى صفحات وجوهنا يعني يتناغم، لا، خاص يكون واحد الفصل. الأساس عندنا إحنا هو سلامة القلب، نحافظه على القلب ديالنا نقي، ولكن ما منحقناش ماشي من حقنا نأديو نفوسنا لدرجة أننا نوليو مستباحين أو حيط قصير. هذا هو المقصود بالهجر الجميل، يعني فرق بين ملامحك وتصرفاتك والسلوك ديالك، وما بين القلب سامح وصفح وعفى لأجل الأجر أولا، ولأجل نفسك حتى لا تؤذيك المشاعر السلبية وتنغص عليك حياتك، ولكن التصرفات ديالك والملامح ديالك تتقول لن ألدغ من الجحر مرتين. تصرفاتك كتعطي لهذاك الإنسان اللي قدامك اللي آداك وكرر الآداء، وما كنحكموش على الآداء من المرة الأولى، لأن يقدر يكون الإنسان غير قاصد، يقدر تكون جيتي في واحد الحالة مزاجية ماشي هي هذيك، داكشي باش ربما صدر عليه كلام جارح، ولكن الأداء لا تكرر جوج مرات ثلاثة المرات. هنا نطبقوا القاعدة ديال المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يعني صحح مسار العلاقة باستدعاء الحزم لحماية أخلاقك. فاش كنقولوا الحزم هنا ما كنقولوش خصنا نكونوا قوسات، ما نتحولوش من طيب للقسوة، لا، باش نحميو الأخلاق ديالنا باش ما نكفروش بهذه الأخلاق من بعد، ولا الحفاظ على سلامة قلبك. يعني الضربة الأولى شنو كيوقع؟ يقدر يكون إنسان ما قاصدش، كتعطينا تجربة نبحثو في الأسباب، المفروض أننا نكون عرفنا الأسباب علاش خدينا هذيك الضربة، ونتجنبوها ونحميو حدود الشخصية ديالنا ونوضعو مسافة الأمان. ولكن إلا جات الضربة الثانية والضربة الثالثة فأنت تستحقها. هنا ما كيبقاش الآخر اللي كيأديك، أنت اللي كتأدي نفسك لأنك ما احترمتيش مسافة الأمان. في قانون السير دائما كنتكلموا على مسافة الأمان، ديما السيارة اللي قدام خصك تخلي بينك وبينها واحد مسافة الأمان باش ما يوقعش واحد التوقف مفاجئ أو عطب مفاجئ أو إنسان اللي قدامك وقع له شي مشكل مرضي أو يعني عطل مفاجئ. يعني ديما احترم مسافة الأمان باش كتبقى في أمان مع اللي قدامك وفي أمان مع اللي موراك. فإلا ما احترمتيش مسافة الأمان وبقيتي كتلقى في الضربات المتتالية فأنت تستحق هذه الضربات، وما تعللهاش بالطيبة لأنك جربتي المخالطة الزايدة وجربتي الطيبة ولقيتي أن الناس اللي كتتعامل معهم غير محترمين مثلا، ما فهموش الطيبة ديالك أو غير مقدرين لتلك الطيبة، ما كيتعاملوش معها على أنها أخلاق، كيتعاملوا معها على أنها ضعف. يعني ما عرفش يفرق ما بين الأخلاق والضعف، يعني خدوا الأخلاق ديالك أو الطيبة ديالك على محمل السذاجة والضعف. هنا شو خاصك؟ ارجع خطوة وخطوتين إلى الوراء، لأن هذه العلاقة أخي المستمع أختي المستمعة وبزاف تتكلم دابا على هذه المسألة، هذه العلاقة كل ما قربتي كتصطدم،
الأخصائيين النفسانيين والناس الغرب تسميوها العلاقات السامة. الكل ولا كيشكم العلاقات السامة. شنو هي هذه العلاقات السامة؟ هي العلاقات اللي قربنا بزاف كنصطدموا. الإسلام وضع لها منهج. سيدنا عمر بن الخطاب عنده نصيحة قيمة في المجال في هذا السياق، تقول اعتزل ما يؤذيك. والقرآن قبل عمر بن الخطاب يقول وهجرهم هجرا جميلا، هجر بدون مشاحنة، بدون مقاطعة، بدون قطع لصلة الرحم. يعني هذا الرجوع للخلف ما كيخالفش الدين، الرجوع خطوة أو خطوتين ما تيخالفش الدين، ماشي مشاحنة اللي نهى عليها ديننا الحنيف، لأن المشاحنة هي ترك الكلام وحتى السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المتشاحنين لا يرفع عملهما إلى الله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مجرد ما كتقول السلام رسالتي قطعتي المشاحنة. نتكلم نقول نلقي السلام ونرد السلام، نسول على الأحوال إلا تلقيت بالإنسان أو في مناسبة أو يعني في مناسبة عائلية في مناسبة دينية في غيرها من المناسبات اللي ممكن تلقى هذا الإنسان. ولكن ما نخالطش بزاف، حطيت حدود بعد ما كنت كثير مخالطة نتوقف وما نخالطش. يعني كنطبقوا قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، هذا الإعراض أحبتي الكرام هو أن تفصل نفسك نفسيا وإن خالطت جسمانيا. يعني يقدر يكون هذا الإنسان فعلا قريب لي في العلاقة، زميل في العمل يوميا كنشوفه، معايا في الدار، معايا في العائلة، قريب. ما يمكن ليش أنني نهجره لدرجة أني ما نتلاقاش مرة، لا، كنتلاقاو كنجلسوا في مكان واحد ولكن وقع انفصال نفسي، ما نخلطوش للحد الذي يؤذيني. هنا كدير واحد الحماية لشخصيتك، ولكن راه ما فرقتيش جسمانيا، فرقتي غير نفسانيا. يعني احمي طيبتك، احمي أخلاقك، واحفظ وحافظ على سلامة قلبك، خصوصا أحبتي الكرام في بداية الجرح. الإنسان فاش عاد تيتعرض لواحد الجرح اش كيوقع ليه؟ الجرح بحال كسر ديال العظم، فاش كتوقع لك هرس كتمشي عند الطبيب كيدير لك جبيرة، هذيك الجبيرة راك خاصك تحاول عليها تلتئم هذاك العظم مع بعضه. نفس المسألة بالنسبة للجرح النفسي، كيحتاج أنك بعد أعطي واحد نفسك واحد مسافة أمان حتى يلتئم الجرح. ما يمكنش وانت مجروح ومهرس وكتحوم حول مكان الجريمة اللي تأديتي فيها، ما يمكنش عادي يلتئم الجرح ديالك، يستحيل. إذا أعطي لنفسك فترة نقاهة يلتئم الجرح، ومنين ترجع أرجع بطريقة أخرى، طريقة ديال أنك عندك حماية لشخصيتك، لا تسمح بالأذى، لا تخالط كثيرا، لا تتجاوز الحدود حتى لا تتجاوز حدودك. فصل قصير أحبتي الكرام ونعود لنواصل ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام فيما تبقى من عمر هذه الحلقة. نلم شتات الحلقات السابقة من موضوع سلامة القلب أحبتي الكرام، ونختم بتمرين جميل، وهو التمرين اللي قام به الصحابي الجليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان في كل مرة الصحابي صحابي من الأنصار، فلما بات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليالي ما وجده يكثر من العبادة ولكن يقوم بالحد الأدنى من العبادة، فقال لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذا هو باش وصل لدرجة أنه يتبشر بالجنة وهو حي. يعني بغينا نكون بحال هاد الصحابي ونطبقوا هاد التمرين. شنو مطلوب منا قبل النوم أعزائي المستمعين؟ قبل النوم يعني واحد الخمسة دقائق قبل ما ننعسوا نصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثلاثة المرات. الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثلاثة المرات. ثم حاول أنك تخيل الماضي ديالك كامل بكل أداء اللي فيه، حاول تفكر الناس كاملين اللي أداوك. إذا كتفكر مواقف وتعبك في حياتك حاول تستحضرها، تفكر جميع المواقف، تفكر كاع الناس اللي أداوك، وقرر أنك تسامح.
يعني انطقها بلسانك وبالقلب ديالك، سامح وانسى. ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 3 مرات. أجزم لك أخي المستمع أختي المستمعة أن عادي يصبح القلب ديالك صفحة بيضة وتنسى جميع الأذى، لأن هذا الفعل قد لجأت فيه إلى الذكر وإلى هذا الذي كان يقوم به الصحابي الجليل، يعني أنك تسامح قبل ما تنعس. وإلى صبقت لها الصلاة على النبي وخرت الصلاة على النبي فأكيد السؤال ديالك سيستجاب. ثم أكثر في سجودك من قول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الدعاء أحبتي الكرام عجيب جدا في علاج أمراض القلوب وخصوصا الحسد، عجيب في علاج أمراض القلوب خصوصا الحسد. وما يقولش واحد بأنه هو ما كيحسدش، لأن كما قيل لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، فاللئيم يبديه والكريم يخفيه. غير كل واحد والمقدار اللي عنده وكل واحد كيفاش كيتعامل معه. إذن بعد ما نظفتي القلب ديالك بهاد الحركة قبل النوم وبهاد الإكثار من السجود، من هاد الدعاء في السجود، نظفتي قلبك وأصبح مخموما. مخموما يعني كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أتدرون ما الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي. هذا هو بيت القصيد وهذا هو الشاهد في الحديث، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، يعني قلبه مخمل. فإذا خملت القلب ديالك أخي المستمع أختي المستمعة من هذه الأمراض حافظ على سلامته. كيفاش تحافظ على السلامة ديالو؟ بكثرة التسبيح، وذكرناها في معرض هذه الحلقة وفي حلقات سابقة. أكثر من التسبيح مصداقا لقوله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكيد إلى طبقنا هذه الخطوات أحبتي الكرام سنصل بإذن الله عز وجل إلى سلامة القلب. نسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من سلامة القلب الكلام، وأن يجعل حظنا منه الصفاء والنقاء على الدوام.